يعني نفسي أنا أصير مثلي مثل الناس، أتمنى هذه بس أمنية، أنا أصير مثلي مثل أي واحد، أدور في الشارع، أروح أي مكان، أي مكان أبغى، بس لا ما تحققت أمنيتي لين دحين. ده الناس شافوك يشرد منك، الصغار الكبار كل من يشرد منك، والريحة طالعة منك، يعني أنا أبكي عن كل شيء، عن حالة أنا أشوف نفسي أبكي. صرت أروح المدرسة يعني البزور يقعدوا يطالعوني، يشردوا مني خلاص، أنا طفشت وطلعت من المدرسة. وبعدين كده يعني يروح فترة ويرجع، فترة ويرجع، وبعدين خلاص من كتر ما صار خلاص في جسمي، خلاص صار ما يروح أبدا، يعني حابسة نفسي بنفسي 24 ساعة في الغرفة، إن طلعت الحمام، رجعت الغرفة، يعني ما بروح ولا مرة. يقولوا لك جني، لا أكيد هذا زعل كبير، وأنا بزعل أتجرح وأتألم.